بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نتكلم باذن الله تعالى في دقائق معدوده عن طلب العلم، لان الغالب ان ارى ان الكثير طلاب للعلم. نعم شيخ، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى نكون فكي رحمة الله صلى الله عليه وسلم أمسما تتزمونزا يبقى وشاكي وسيانا ومهيم وكتفت علم ما هي؟ لا أحد يتكلم كلهم أمسما كنا نتوكي ما هي أفضل وظيفة في العالم؟ أمسما نتزجاني قورا قبا المياني رئيس أو وزير أو طيار أو دكتور طبيب يعني نتبوا كيو رئيسي أما وزيري أما أكوني بايلوت أما نتيوغاني أفضل وظيفة في العالم هي طلب العلم والدعوة إلى الله كزبورة لكي تفتعلم أكوني كنيوات وتتنجي الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نهيو لكي نكزي من نبينا بتومي عليهم الصلاة والسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله سبحانه وتعالى نسيما ناني أمبكما بأنا من المزوري زايد كليكو إلى أمبكما بأنا من كنيوات وتتنجي الله تنظر الآن في أحوال الناس سألوكي أنقلي أحال زواته هناك من يعمل في أكرمكم الله المهملات في جمع الأوساخ من الشوارع. سيلك يا مريم هناك مقام بكسيار ومكم سانيا وشافوا بربران. وهناك من يعمل في العمائر. نحن نقول بناء. نحن نقول مقام بأن فني كسيا كجنا جنا. أعمال كثيرة. كسي من يجي. الله سبحانه وتعالى اختاركم أنتم من ملايين حتى تكونوا طلابا للعلم. الله سبحانه وتعالى ametuchaguasisi tuwe miongoni mwa watu wengi Allah subhanahu wa ta'ala ametuchaguasisi ile tuwe ni watu wenye kutafuta ilmu talib ilm wenye kutafuta ilmu ism muhtaram ni kitu ambacho kwamba ni jina lenye kushirika fi makan jamil nadhif katika sehemu ambayo kwamba ni nzuri safi الناس كبار السن يحترم طالب العلم يقول مرحبا بطالب العلم واتفق بابا مزيكا وانا مشيبه الى بابا نتفتعيل لابد طالب العلم يتأدب بآداب طالب العلم يلا بابا نتفتعيل يديني انا فاوي ناداب يا متفتعيل لابد ان يؤدي حقوق ستة انا فاوي تكليزا حقي ستة اذا لم تؤدي هذه الحقوق الستة انت لست بطالب علم Sheikh amesema kwamba kama hatutatengeneza hizi haki sita basi sisi sio miongoni mwa watu ambao kwamba natafuta elimu. Al-haqq al-awwal. Haki ya kwanza ma'a nafsik. Pamoja na nafsi yako. La bud an tabtaghi bi talab al-ilm wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana budi kutafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La bud an tasir ala tariqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam la tabtadi'. حبانا بودي كفتا نجيه متونة صلى الله عليه وسلم ولا متوسنجيه كتك البدع لأن العلم عباد وسببه تفتعلم لعبادة والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة هيكوباليكي اسمكوها فشار تبيني وانا إخلاص ما كفتا نجيه متونة صلى الله عليه وسلم طالب العلم لا يكذب انتو ربكم أنا تفتعلم هفايكم بأمالي طالب العلم لا يضيع الأوقات. أنتم بقوم أنا تفتعل مهفاي كوتيز أمدا. طالب العلم يجتهد. أنتم بقوم أنا تفتعل ما نفاق فاي بدي. يتأدب. أنا فاعل ما أدب. يظهر عليه أثر طلب العلم. أنا فاق ديريشة أثر تفتعل. في جلوسه. كتير بقاك واقف. في تعامل مع الأساتذة. في لما بقوم أنا إيش نوال بقوم أنا يوالي مواقف. في لباسه. كاتيكا مفازياتي حتى في وضع اكرمكم الله لحذائه هو طالب علم حتى كويكا فياتو هي انت انا فايت فياتو يي كم انا هذا الحق الاول ديني حكي اخوان لابد ان يزهد في الدنيا لا ينظر الى الاموال والى العقارات ولهذه الاشياء انا فاكم كبوزيا مبوا في الدنيا ولا اسدنغنيك مالي او فينجينيو الحق الثاني حكي اكيد حق مع المكان الذي يدرس فيه حكي كويل سين ومقام بكم تفتنا وعلم المساجد أو المدارس سواء نسبتيني أو نكتك مشهولين هذه المساجد أو المدارس بنيت لله هذه مسجدي نايزي مدرسة زمدينكو وقاليني يا الله لابد أن نحافظ عليها تنفاق وزي حفاظ نحافظ على النظافة تحفاظ تولى وصافي على
المحتويات يعني لا يمكن أن نكسر نخرب ولا تفايك فنجا أو فنجا تتبال والله عندنا بعض المشايخ الآن وصل إلى 80 أو 90 سنة لديه كتب أيام كان في الابتدائي يحافظ عليها الشيخ أنا سمع كنا واتوا بابا المشيخ وعلماء ومن حفاظ كتابه بسوري كتابه لكوكوالوغو فأنا سيئو مفكا مياتا 80-90 كتابه تفريقان لكمنوليو السهيد عندما أدخل إلى المدرسة الآن أعرف أن هذه المدرسة مدرسة لطلاب علم ليس لطلاب لعب anasema nikiingia madrasa ijulikane kwamba hii ni madrasa ya watu ambao kwamba wanatafuta elimu sio watu wa mchezo la yujad zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sharika lin-nadhafa mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema shehe kwamba wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukuwa na kampuni ya kusafisha lakini kanat mar'a taqum al-masjid tunadhif al-masjid basi ilikuwa ni mtu mmoja tu anasafisha msikiti matat alikufa huyo mwanamke dafana as-sahaba bilayl ما صحابة لمزيكا وسيكو النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليسا بسهوي ونامك ماذا كانت تصنع حتى يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم نكتغانا ما تقوم بألقوا نفاني ونامك مباكا النبي صلى الله عليه وسلم قام ونزيا إيه تحافظ على نظافة المسجد يبقى سأقوم ونامك إيه ألقوا نفاني أكازي أبو سفيشا مسكيكي أحق بيت لابد أن نحافظ عليه هو المسجد nyumba ambayo kwamba tuna haki zaidi ya kusafisha ni msikiti almadaris alsharia alilmiya na almadrasa ambayo kwamba tunasoma dini kama nabi sallallahu alayhi wasallam wa salla alayha li'azam ma kanat tasna mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama katika kaburi la huyu mwanamke akamswalia huyu mwanamke kwa kile cheo ambacho kwamba yuko nayo bala yumkin an nadkhul ila amakin tullab ilm wa najid alawsakh alkarasi almuhmalat عدم الترتيب الا مبالاه انا اسمع سيو ساوى يابو تتاجيه مدرسه سايم watu wanatafuta elimu alafu kisha mambo yako sawa viti viko kule kuna uchafu makaratasi الحق الثالث مع الكتاب حقي يا ثالث pamoja na kitabu مع المصاحف pamoja na Quran لابد ان نحافظ على هذه الكتب خاصه كتاب الله سبحانه وتعالى tunafaa tutunge vitabu vizuri hasa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala من يقطع الكتاب من يكتب يرسم يكتب عليه الارقام الذكريات hakuna watu kuandika ama kukatakata ama kuandika ذكريات memories za watu hakuna kuandika katika vitabu يوجد اناس والله تعرف في هذه البلاد لم يجدوا مصحف واحد او كتابا واحدا kuna watu ambao kwamba tuko nao tunaishi nao lakini hawana hata Qur'ani moja وانت تحصل الان الكتب المصاحف nahali kwa wewe una misahafu na Qur'ani nyingi kunazo la tuhafaz عليها kama utahifadhi hizo vitu البعض حتى لم يقرا فيها اصلا hata baadhi yetu tuna hizo Qur'ani lakini hatuzisomi اذا لابد ان تستفيد من هذه الكتب kwa hivyo tunafaa kufaidika kutoka maana na vitabu ambavyo kwamba tuko navyo ihda ان تقتني كتابا لاهل الباطل لاهل الضلال ابدا لا تقتني الا الكتب الموثوق فيها amesema kwamba tahadhari na kutunga vitabu ambavyo kwamba sio vitabu vizuri unafaa utunge vitabu ambavyo kwamba ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala الحق الثالث حكي ثلاثه الحق الرابع يعني مع الاساتذه مع المدرسين حكي يا واليم ambao kwamba wanatufundisha elimu لابد ان نتوسط معهم tunafaa tuwe na uzuri na wao kwa na kisawa yani la yumkin an narka wa nasjud lahum nuqabbil aidi sio kuwasujudia kwa rukuia kwa ajili ya kushughushuni mikono yao wala yumkin an nasub wa nashtim al asatid wala hatufai kuwatukana hao walimu wetu نتوسط معهم تنافاتوا توي ناو كو ساوا لماذا جاء هذا المعلم فسوابيني مالمو يو امكوجا لمصلحتك واجيده مصلحتي اذا راى منك الجد والاجتهاد هو يستحي مالمو اكيونا كما وي unajitahidi yeye mwenyewe anaona haya ويحرص ان تكون كل الفائده لك na anachunga na anafanya bidii hiyo faida yote ni kwako wewe